الفرق هنا بين ال 60 مليار اللي هم بيمثلوا الموارد المتاحه وال 114 مليار اللي بيمثلوا الاحتياجات، فرق 54 مليار. بيتم تعويض جزء من هذا الفرق، جزء من ال 54 مليار دولار، من خلال اعاده استخدام المياه ومعالجه المياه. طبعا دوت بيتم باشكال مختلفه، منها خلط مياه المصارف الزراعيه بالترع المتعبه لتغذيه هذه الترع لاستخدامات الزراعه، طبعا مع مراعاه ضمان نوعيه الميه في هذه الترع لضمان استخدامها في الزراعه بشكل آمن مثالي. آه. الجانب الاخر هو مشروعات كبرى لمعالجه الميه. طبعا احنا شهدنا السنه اللي فاتت وشرفنا بافتتاح السيد الرئيس لمحطه بحر البقر. دي صحيح. يعني شيء بصراحه مشرف لينا كلنا. احنا بنتكلم على محطه عملاقه 5.6 مليون متر مكعب في اليوم بيتم معالجتهم في هذه المحطه. دي اكبر محطه في العالم. ها؟ اكبر محطه في العالم، وسجلت بالفعل في موسوعه جينيس كاكبر محطه لمعالجه الميه على مستوى العالم. بس في واحده تانية بتتعمل هتنافسها بس في مصر برضو، مش كده؟ بالظبط، اللي هي محطه الحمام. صح. احنا عندنا محطه بحر البقر دي واخده معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا لمعالجته في محطه بحر البقر. في محطه زي اللي هي محطه الحمام بتاخد معظم الصرف الزراعي في غرب الدلتا لمعالجته في محطه بحر محطه الحمام. المحطة دي الطاقة بتاعتها إن شاء الله هتكون 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، يعني هتكون أكبر حتى من محطة بحر البقر. أيوة. إحنا دايماً لما بنشوف المحطتين دولت بندرك حاجتين، بندرك أولاً حجم المجهود الهائل اللي الدولة بتعمله علشان تستوفي جزء من الاحتياجات المائية الخاصة بينا، وفي نفس الوقت نشوف إن إحنا يعني المية الصرف الزراعي دي في معظم دول العالم بيرموها في البحر وبيرموها في المحيطات. في مصر احنا حتى ما عندناش هذه الرفاهية، احنا بناخد هذه المية بنعيد تدوير ومعالجة المية مرتين وثلاثة واربعة، وكمان بنعالجها في محطات كبيرة زي بحر البقر والحمام. وده بيورينا حجم المجهود الهائل اللي الدولة بتبذله في هذا المجال، وبيورينا كمان حجم التحدي الكبير، بحيث ان كل واحد فينا يدرك كمواطن حتى انه الدوله بتشتغل وبتعمل مجهود هائل وبتنفق عشرات المليارات في قطاع الميه وفي قطاع الري، وفي نفس الوقت انه الموارد المائيه محدوده، فيبقى ده بيكون دافع لكل مواطن ان يبقى عنده الوعي للحفاظ على هذه الموارد المحدوده وعدم ترويث هذه المياه وعدم اهدارها وترشيد استخداماتها علشان نقدر نستوفي احتياجاتنا لكل استخداماتنا المائيه، سواء للزراعه او للصناعه او غيرها، او طبعا مياه الشرب او غيرها من الاستخدامات. يعني اقدر اقول انه ولهذا نحن ننافس انفسنا، احنا عندنا سباق. بالظبط بالظبط، احنا اعلى دوله في العالم، من اعلى دول العالم في اعاده الاستخدام، وان شاء الله مع اتمام انشاء محطه الحمام هنبقى الاعلى على مستوى العالم من حيث إعادة الاستخدام ومعالجة الماء بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري.